الرحمن الرحيم. قتال الأسلحة العشوائية الآن مع فيصل. بسم الله المانوور نبدأ فيه. بسم الله بعد ما نقول بسم الله. يا الله يا الله، صعبين 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 مرة، صعبين صعبين. موقعهم كان مرة صعب، أسلوبهم كان جدا صعب، واحد فوق والثاني تحت، جدا جدا كانوا صعبين. واحد فوق ورا الجدار جدا كانوا صعبين. يعني هم يحتلون احنا ندورهم، احنا نركض وراهم. ما صارت والله، ما صارت. فانا لازم الحق فيصل، يعني مهما كان لازم نمشي مع فيصل. يعني ما صارت كذا كل شوي احنا اللي نلحقهم. هذه مرة مع الار بي دي سلاح من بعيد فعلا يجيب لك من اخر الغرفة هذه. فافضل اطلع السطح افضل كذا. انا لما يكون معاي الار بي دي يفضل استعمال المسافة هذه. نستغل مسافة الار بي دي وقوة الار بي دي بالمسافات. شفت الان مات واحد منهم. الان كفو يا فيصل. صراحة فيصل جدا بطل بالقتال الاسلحة 2-2. الغريبة انهم قبل شوي كانوا يطلعون السطح، لما صار الار بي دي السلاح اللي ينفع على السطح ما صار يطلعون. هذا الغريب، انا كنت اتوقع انهم يطلعون. وين؟ يا 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 اي والله طلعوا، اي والله اي والله طلعوا. يا الله خرب بيته، ما شفته ابدا، ما قدرت اشوفه ابدا. لا حول ولا قوة الا بالله. رجعنا، يعني لا انا اللي كسبت المشي مع فيصل، يعني لا ساندته بالمشية. والله ذولا الماب هذا شين وكريه وصعب، صعب بجد. كريه جدا. الكل هاوس تمشي بوسط الساحة هذا غلط، بالكل هاوس هذا جدا غلط جدا غلط. لا تقدر تشوف شيء، ان الثاني كلهم يشوفونك. احسن شيء تمشي مع الطرف اذا كنت ناوي تمشي يعني اصلا. يا ساتر، يلعن شكله. يعني جدا جدا ما باليد حيله، يعني ما باليد حيله ابدا. الله يعين. شوف واحد فوق، حلو. كفو يا فيصل. ممكن بتصير ريمونتادا عالمية لو قدرنا، بتصير عودة كومباك، عودة عالمية إن شاء الله. الله أعلم بزوكا، الله أعلم. هذا أنمي كونتاكت من الآن. حرام. كفو يا فيصل. الحقيقة أنا بعت فيصل، أنا اللي ضيعته. أنا قلت بس أتفلسف بالبزوكة، يعني والله المباراة ما هي حقت فلسفة. ابلع الآن شوتجن، ابلع. نتورط آخر كل بالنسبة لهم، آخر كل الله يستر. شيء صعب الشوتجن، والله شيء صعب. الشوتجن والسنايبر هذول أسلحة نقطة ضعف بالنسبة لي. متأكد إني طلقت عليه هو كذا على طول، يعني المفروض أشوف كيف. عشان تقتل بالشوتجن لازم الدائرة تصير، يعني العلامة تصير لون أحمر أتوقع، يعني تصير كأنك يعني يورونك إنك دخلت الهدف. يعني جدا جدا صعب. بنشوف، مكملين مع فيصل، نحاول. اللاعب غير جاهز. تكفى يا فيصل،
نستطيع 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 نرجع نستطيع حاول لا تتردد يلا انت تستطيع نحاول ما عندنا تونا الان الساعة 1 الليل لسه بدري باقي له ساعتين فيصل عشان ينام مدري ساعة ونص نستطيع ان شاء الله يلا بسم الله اي سي ار والله انا دايخ والله اصلا دايخ انا بعد يعني من كلاش رويال لل كول اوف ديوتي والسعد والله كفو والله كفو والله كفو والله صراحة فيصل هذا لاعب اسطوري بهذه ال قتال الاسلحة بهذا النوع من المباريات فعلا 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 لاعب اسطوري يعني بعذره يعني دائما قتلت واحد انا تكفى يا فيصل تكفى يا فيصل كمل لا 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 حرام لا كذا الان بتصير مباراة ايضا ترجع بترجع للصعوبة الان هذه المباراة كم ممكن يعني تكون 2-0 نكون نمشي على الطريق السليم والمستقيم الله يستر الله يستر مات فيصل الله يستر يا ساتر يا ساتر يا ساتر على سرعة الطلق عنده يا ساتر على ردة الفعل يا ساتر على ما أدري يعني أنا والله طرقت عليه فشيء عجيب شيء عجيب الله يعين بس هذا اللي أقدر أقوله الله يعين كأني شفته هو ما شافني ما أعرف يا ساتر يلعن شكله يلعن شكله يلعن شكله يلعن شكله يا هو سريع يا هو سريع ودائما يعني بالانتظار دائما مستعد حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل بس يا الله ذي بنت ذي ولا ايش المهم اوه سنايبر سنايبر هذا الماب صعب كيف صعب 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 ما اعرف تطلع فيصل قاعد كفو يا فيصل كفو يا فيصل كفو يا بطل كفو يا اسطورة والله صعب سنايبر كذا كل شوي يختفي كل شوي يختفون من قدامي صعب 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 لازم جزء جزء من الثانية جزء من 10 أجزاء من بالملي الثانية يا ساتر على الصعوبة اوكي حلو هذا واحد اختصار يا الله من وين جاء كيف هذا هذا اللي كيف كفو يا فيصل كفو يا أسطورة 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 والله العظيم أسطورة الله يعين بس الله يعين الله يعين الله يعين بس نحاول وين فيصل أوكي من هنا هو أنا من هنا حلو إننا ما نمشي مع بعض حلو لا هذول يمشون مع بعض ليش احنا ما نمشي مع بعض أوكي تقدر تكفى 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 هذا هذا عفريت شوف كيف والله عندي احساس انه هاك شوف السرعه اللي مشى فيها او مشت فيها يا لطيف على السرعه ويا لطيف على رده الفعل وسرعه الطلق لما تشوفني على طول تطلق على طول على طول انا متاكد اني سابقها بالطلق لكن بالاخير هي تصير اسرع ايوه ما هي هذه يا الله لوك لوك هاب كفو 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 كفو
والله كفو 5-3 قدرنا نرجع. واو 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 الله عليك يا فيصل، الله عليك يا فيصل، وانا ايضا ما قصرت يعني. الان هنا لحظة الحقيقة، بسلاح الرشاش الخفيف نمشي مع بعض، نمشي مع بعض يا يا الله عليك كفو. حرام 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 والله حرام والله حرام، كذا بس طقة كذا يسار يا. لكن حلو نمشي مع بعض، حلو نمشي مع بعض يا فيصل. يلا بسم الله. أنا أخاف إنه كتشفوا حركتنا. إي والله كتشفوا. الله يستر الله يستر، ربنا يستر إن شاء الله. يلعن أصلك يلعن أصلك، كله بقاعد نفس المكان. الله يلعن أبو شكله، والله العظيم قهرني، والله العظيم قهرني. الله يلعنه، الله يلعن أبوه، قاعد بكل الوقت نفس المكان. يا ساتر والله العظيم قهر، أقسم بالله قهر. أيوه كذا فاهم يا فيصل. نجي من الجهة الثانية، ممكن ممكن نستطيع، الله أعلم. بنجيو بنجيو. شوفوا هذا، هذا دائما ورا الجدار، دائما ورا الجدار. هذا الحقير حقير 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 حقير. الحمد لله. أوف شوف كيف، اعوذ بالله، عفريت 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 مر خلال ثواني. يا ساتر، هنا كان ورا، كان هنا وبعدين جاء هنا بعدين حتى لف لف ورا فيصل. هذا هاك هاك، هذا بني ادم هذا ولا؟ واو واو والله ادرينالين ادرينالين، مش قادر اتنفس، مش قادر مش قادر والله. حماس حماس فعلا حماس. واو واو كفو يا أسطورة، الله عليك. واو فعلا واو. الحمد لله، مباراة روعة.